الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد قرأنا في الدرسين الماضيين ما قرأنا من ترجمة ابن الصلاح والعراقي، ونحن اليوم مع مقدمة العراقي على كتابه التقييد والإيضاح. واسم الكتاب التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح. نعم، والحافظ العراقي كما سيظهر في المقدمة لم يشرح كتاب مقدمة الصلاح شرحا كاملا لكل لفظة، وإنما كما هو عنوان الكتاب لما أطلق تقييد وإيضاح، تقييد وإيضاح لما أطلق وأغلق. إذن تقييد لما أطلق وإيضاح لما أغلق من كتاب ابن الصلاح. وعلى هذا في حال قراءتنا سنكون نقرأ كلام ابن الصلاح، وما ذكره العراقي من إيضاح نذكره، وما احتاج إلى شرح نبينه إن شاء الله. قال العراقي عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي ألهم لإيضاح ما أبهم، وأفهم آب الإصطلاح ولو شاء لم نفهم. آب الإصطلاح من الإباء، يعني امتنع واستصعب فهمه، ولكن فهمه الله عز وجل. نعم، يقول على وزن آتي بالتاء المثنى فوق من الإباء وهو الامتناع. نعم، وتعلمون أن عنوان الكتاب التقييد والإيضاح، فجاء في أثناء الحمد بكلمة الإيضاح، وأتى بكلمة الإصطلاح لأن المراد إصطلاح المحدثين، وهذا يسميه أهل البلاغة براعة الاستهلال. وأفهم آبي الإصطلاح ولو شاء لم نفهم، وأشهد أن لا إله إلا الله، الكاشف لما ينوب، يعني لما يطرأ وينزل، الكاشف لما ينوب من الخطوب ويدهم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل من أنجد وأتهم. أنجد أي مشى في الأماكن المرتفعة النجوم، وأتهم أي مشى في الأماكن المنخفضة التهائم، واحدها تهامة. وأعدل من أنقد وأسهم، أما أنقد فمعناه أعطى من النقد، فإذا اشتريت من إنسان شيئا نقدته كل ماله، أي دفعت الثمن. وأسهم أي قسم وأقرع بين المختلفين أو بين قوم يقسم عليهم شيء. وأعدل من أنقد وأسهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أحسن ما صنف أهل الحديث في معرفة الاصطلاح كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، جمع فيه غرر الفوائد فأوعى، ودعا لها زمر الشوارد فأجاب الطوعى. يعني أنه لسعة علمه وإحاطته بعلم الحديث كأنه يشير إليها تعالى فتأتي،
كأنه يشير إلى الفوائد فتأتي الفوائد. ودعا له زمر الشوارد فأجاب الطوع، إلا أن فيه غير موضع قد خولف فيه وأماكن أخر تحتاج إلى تقييد وتنبيه، فأردت أن أجمع عليه نكتا تقيد مطلقة وتفتح مغلقة. ها هنا بارك الله فيكم علق الشيخ أسامة خياط على كلمة النكت في المقدمة صفحة 108، قال: المراد بالنكت، قال تقدم في الفصل السابق أن هناك مجموعة من كتب الشروح والنكت على كتاب ابن الصلاح، وأن من بينها هذا الكتاب الذي يعرف أيضا بالنكت. فما المراد بالنكت أولا؟ قال: النكت بضم النون وتشديدها وفتح الكاف جمع نكتة، بضم النون وسكون الكاف، وهي مأخوذة من النكت بفتح النون وسكون الكاف، ومعناها أن تضرب في الأرض بقضيب فيؤثر فيها. قال الزبيدي: والنكتة بالضم هي النقطة. ثم نقل عن بعض مشايخه أنه قال: وهي اللطيفة المؤثرة في القلب. الآن النكت عند الناس الملاحظات الغريبة المضحكة، وانتشر فيها في هذا العصر الكذب، وكثير من النكت القديمة خاصة التي لجحا مبنية على الكذب وأكل أموال الناس بالباطل، فأغلب النكت مخترعة. وثانيا يكون المراد بها كيف استطاع أن يحتال على مال أناس فيأكله بغير حق. نعم، أما في هذا العصر فكذب كذب غني عن التعليق أو الإيضاح أنه كذب، ويعف العاقل عن سوقها. لا، أكثرها قد تكون مخترعة مختلقة لا وجود لها أصلا، وبعضها الله أعلم كيف كان هذا الرجل، هل هو أسطورة أم شخص حقيقي. أظن ترجمته في الميزان يا إخوة، لا يكون تعني أشعب جهة. فجمعوا من هذه الأقاويل لكنها مبنية على الكذب وأكل أموال الناس بالباطل. قال: وهي اللطيفة، أي النكتة اللطيفة المؤثرة في القلب من النكت، كالنقطة من النقط، وتطلق على المسائل الحاصلة بالنقل المؤثرة في القلب التي يقارنها نكت الأرض غالبا بنحو الأصبع، والجمع نكت، يعني تشعر كأنك تفعل هكذا في الأرض وأنت تفكر فيكون أثر أصبعك. وأما في الاصطلاح فيمكن أن تعرف بأن مسألة اللطيفة أخرجت بدقة نظر وإمعان أو أخرجت بدقة نظر وإمعان من نكت رمحه بالأرض إذا أثر فيها، وسميت المسألة الدقيقة نكتة لتأثير الخواطر في استنباطها. ووجه الارتباط بين المعنى اللغوي والاصطلاح يبدو في التشابه الواقع بين الناكت في الأرض حتى يؤثر فيها، وبين قدح زناد الفكر في المسائل حتى ينتج من ذلك استنباط فائدة أو حل مشكلة أو توضيح إيهام. فكأن المشتغل بالتفكير في دقائق المسائل كالنكت في الأرض بقضيب أو بأصبع ونحوها حتى يؤثر فيها. ووجه الارتباط بين موضوع الكتاب وعنوانه المعروف بالتقييد والإيضاح واضح، وذلك أن النكت لا تخرج في مفهومها عن كونها إما تقييدا لمطلق أو إيضاحا لمغلق،
ولذلك أشار الحافظ العراقي إلى ذلك بقوله: فأردت أن أجمع نكتا تقيد مطلقه وتفتح مغلقه. قال الحافظ العراقي: وقد أورد عليه غير واحد من المتأخرين إيرادات ليست بصحيحة، فرأيت أن أذكرها، يعني سيذكر في أثناء الكتاب انتقادات الحق فيها مع ابن الصلاح، وأبين تصويب كلام الشيخ وترجيحه لئلا يتعلق بها من لا يعرف مصطلحات القوم وينفق من مزج البضاعات ما لا يصلح للسوم. يعني هناك بضائع لو تعرضها في السوق ما أحد يسومها من شدة رداءتها، نعم من شدة رداءتها، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. يقول عنده شاه بلغ من هزالها أن جلدها التطم حتى إنك ترى الكلية يعني دافعة في الجلد، تشعر تقول هذه كليتها من شدة الهزال. عندما كانت بهذا المستوى سامها المفلسون الذي ما عندهم شيء بكم هي. أما الشاه الجيدة السمينة ما يسمها إلا من كان عنده مال. فيقول هناك انتقادات مثل البضاعة التي لا تصلح لأن يسومها أحد ولا يبايع فيها أحد. قال: فأخشى أن هذه الملاحظات التي هي كالبضاعة المزجاة أخشى أن تنفق على الناس. فيقول هنا في المزج أي قليلها وناقصها ورديئها، نعم. فيقول: أخشى أن هذه الملاحظات على ابن الصلاح يأخذها أناس لا حظ لهم في العلم فينتقدون ابن الصلاح بغير حق، الحق معه، وهذه ملاحظات هزيلة لا تصلح لأن تكون ملاحظات على ابن الصلاح. وقد كان شيخ الإمام العلامة علاء الدين مغلطاي أوقفني على شيء جمعه عليه سماه اصطلاح ابن الصلاح، وقرأ من لفظه موضعا منه ولم أرى كتابه المذكور بعد ذلك. الحافظ ابن حجر لعله اطلع على الكتاب كله، فيقول في كتابه لسان الميزان في هذا الكتاب الذي ألفه مغلطاي: قال مبني على الوهم أو سوء الفهم، مبني على الوهم أو سوء الفهم. ثم ترجم لمغلطاي في لسان الميزان ترجمة سودة انتقده انتقادات لاذعة، وقد كنت مستغربا لما أدخل مغلطاي في لسان الميزان ولم أجد ترجمته في ميزان الاعتدال، فيكون الحافظ ابن حجر قد أضافها في لسان الميزان وليست في أصله، فذكر له من الأخطاء الشيء الكثير في الأمانة العلمية وغيرها. قال: وسبب انتشار كتابه أنه كان مبرزا في علم الحديث وإليه المرجع، فقلده الناس في ذلك، قلده الناس في ذلك، كان واسع العلم، له شرح على صحيح البخاري في 20 مجلدا، الله أعلم أموجود هو؟ هل عندنا شيء من كتب مغلطاي؟ إكمال تهذيب الكمال ذكروه، لعله مثل الأصل، إكمال تهذيب الكمال قالوا لعله مثل الأصل. أي لكن ذكر فيه أشياء لم يذكرها المزي. أي هذا هو السبب في انتشار ردوده، أنه كان واسع العلم في علم الحديث وانتشرت. الذهبي
ذكر رثاً وهو في القرن السادس. هو شيخ الحافظ العراقي، هو شيخ الحافظ العراقي الذي هو مغلطاي شيخ العراقي. انتبه معي، العراقي شيخ ابن حجر، والعراقي تلميذ مغلطاي. لا مانع أن يكونوا تعاصروا، لكن هذا كبير في السن وهذا صغير، والله أعلم هل سمع ابن حجر من مغلطاي أم لا. المهم بارك الله فيكم، هذا الذي حصل. من أحب أن يقرأ ترجمة مغلطاي من لسان الميزان فليطلع عليها. قال: وأيضا فقد اختصره جماعة وتعقبوه في مواضع منه، فحيث كان الاعتراض عليه غير صحيح ولا مقبول ذكرته بصيغة اعترض عليه على البناء للمفعول. يعني مجرد أن ترى كلمة اعترض ونحوها مما هو مبني للمجهول تعلم أن الحق مع ابن الصلاح. قال: وقد أخبرني بكتاب ابن الصلاح المذكور الشيخان الإمامان الحافظان البارعان صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي العلائي، هذا صاحب جامع التحصيل، وبهاء الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن خليل الأموي بقراءة على الثاني لجميع الكتاب وسماعا على الأول لبعض الكتاب وإجازة لباقيه. قال: أخبرنا بجميعه محمد بن يوسف بن المهتار الدمشقي. قال: ناصر الدين ولد في رجب سنة 37 و600، وسمع بابن الصلاح مكي بن علان وابن خطيب القرافة وآخرين، مات في 26 من شهر ذي الحجة سنة 1575. قال: أخبرنا به مؤلفه الشيخ الإمام الحافظ تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن موسى الشهرزوري رحمه الله قراءة عليه وأنا أسمع في الخامسة من عمري، وسميته التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح. والله أسأل وأستعين أن يوفق لإكماله ويعين، وأن لا يجعل ما علمنا من العلم علينا وبالا، وأن يجعله خالصا لوجهه تبارك وتعالى، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. انتهت المقدمة. إنه على ما يشاء قدير. المشكلة وجدنا أن من علماء أهل السنة من يقولها، فالصواب أن يقال على كل شيء قدير، لأنه لو قال على ما يشاء قدير معناه أنه على ما لا يشاءه غير قدير، وهذه عقيدة القدرية النفاة، مجوس هذه الأمة، يقولون إنه شاء الخير ولم يشاء الشر، والصحيح أنه يعني عمت مشيئته كل شيء. لكن نرى أن من علماء أهل السنة من استرخص في هذا، وكأنه يرى أن الله عز وجل قد شاء الخير والشر قدرا، فتكون عامة في هذا وهذا، والأفضل ألا تقل هذه العبارة حتى تموت خروجا من هذا الإشكال، فأنت تقول إنه على كل شيء قدير، نعم احتياطا
وحتى لا يكون كلامك شبيها بكلام القدرية. أنهم هل عند الأشاعرة قدر؟ معلوم أنهم المعتزلة. خيرا ينظر، المهم هو هذا، بارك الله فيكم، ونقف عند هذا إن شاء الله. ويتفضل أخونا عبد المجيد المشرفان يوم السبت.